لم يشفع لمعتمدية بير علي بن خليفة لا رصيدها النضالي الذي قاده العجوز المتمرد علي بن خليفة النفاتي ضد المستعمر الفرنسي ولا شساعة أراضيها الفلاحية التي تعد مئات الآلاف من أشجار الزيتون ولا الكثافة السكانية التي ناهزت ثمانين ألف ساكن كلها مقومات لم تشفع لهذه المعتمديه المنكوبه كما يسميها الاهالي حتى تنال نصيبها العادل من التنميه. الامر الذي دفع بالنقابات الاساسيه بهذه المعتمديه الى رفع لافته الاضراب العام تحت شعار اضراب وحداد، حيث شيعت خلال المسيره التي رافقت الاضراب جنازه رمزيه لشباب المنطقه العشره الذين قضوا في حادثه مركب المهاجرين غير الشرعيين، والذي راح ضحيته اكثر أكثر من 45 شابا تونسيا يحرق صغارنا لأن ما ثماش تاني لأن ما ثماش تشغيل شنو الأمل اللي عندهم شنو الأفاق اللي موجودة في بير علي انسدت الأفاق شباب عاطل شباب المدارس ظروف تعليمية كارثية ظروف آه شنو ثم تكوين مهني في برعلي ادارات اللي حلت ما حتى واحد كلها عاملين لها اعاده التوظيف مستشفى جيو يعجزوا باش يحلوه الاولياء نتاع الشهداء وطالبين بحق ابنائهم والاشخاص هذولا اللي تموا بغرقهم هذولا يتحاكموا محاكمه عادله وشامله هذا وطالب شباب المنطقه ومتساكنيها بضروره ارساء منوال تنموي عاجل يقطع مع التهميش الذي ما فتئ يقذف بفلذات اكبادهم اما في عرض البحر او في مسالك التهريب واغوالها احنا مطلبنا الاول منوال تنموي عادل يستوعب كل العاطلين والمعاطلين في معتمدية بن علي بخليفة الشبيبة المهمشة التي أكلتها أسماك البحر الأبيض المتوسط ه... هذا هذا طلبنا الوحيد طلبنا التنمية والتشغيل عندنا مشكلة الشعال حالة حليلة ز... زيتون متاع الدولة تاكل فيها الله أعلم بها ناس وإحنا أولادنا محرومة منها مع محرومة منها لماذا لا تخصص من عائدات هاي سنة صعبة كبيرة من عائدات هذه الضيعات 10% 15% للتنميه في, في, في الجهه تو تحل ساعتها شركاء في الوطن شركاء في القرار شركاء ايضا يلزم يكونوا في الثروه تتزايد أعداد المهمشين والمعطلين عن العمل في تونس بنسق سريع بلغت اليوم 620 ألف عاطل عن العمل من بينهم 250 ألف من حامل الشهائد العليا في حين تسير السياسات والإجراءات المتخذة لتوفير مواطن شغل بنسق بطيء غابت عنه النجاعه في اغلب الاحيان وهو ما ينبئ بخطر انفجار الاوضاع الاجتماعيه بالبلاد التونسيه في اي وقت متوقع